ليلة أمس قامت الشرطة الإسرائيلية بإزالة خيمة إيتمار بن غفير، وبعد ذلك أخرجته مع عدد من نشطاء اليمين الإسرائيلي خارج حي الشيخ جراح. ولكن الصباح هذا اليوم عاد إلى هنا، نصب الخيمة وبعد ذلك تولى باتجاه الكنيسة الإسرائيلي لمتابعة جلسات الكنيسة ومتابعة أيضا النشاطات البرلمانية. هنا عائلة سالم التي عانت ليلة أمس من قيام عدد كبير من المستوطنين بإلقاء الحجارة عليها، تهديدهم، وأيضا العمل على ترويع الأهالي، ليس فقط عائلة سالم ولكن في كل محيط حي الشيخ جراح. السبب في ذلك هو أن الشرطة الإسرائيلية قامت بنصب حصار كامل على هذا الحي من كل جانب، منعت النشطاء الفلسطينيين من الوصول، منعت الأهالي، منعت المتضامنين وأيضا الجمعيات الحقوقية حتى من الوصول إلى هذه المنطقة، بل وأبقت على هذا الحصار لغاية الآن، وهي تمنع الجميع من الوصول إلا الصحفيين الذين يمكن لهم أن يدخلوا باستخدام البطاقات الصحفية. هذا الحصار الذي فرض على حي الشيخ جراح ما زال مستمرا، ولكن أيضا خيمة إيتمار بن غفير ما زالت موجودة تهدد الأهالي وتنذر باستمرار تحول حي الشيخ جراح إلى بؤرة جديدة كما كانت في الصيف الماضي لعودة التصعيد في هذه المدينة. أحمد البديري، قناة الغد، القدس المحتلة.